يا عيال، لحظة تاريخية يا عيال، لحظة تاريخية. يلا يلا يا ابوي، يلا يا ابوي، يلا يا ابوي. ها الحماس الحماس الحماس. ايه ايه يا ابوي، يلا تكفى 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 تكفى. يلا يا ابوي لحظة تاريخية. عاد جمعت الاغراض انا عيال وانا ما اسجل عشان اني اضبط الامور. ها قربت على الانتهاء، قربت على الانتهاء. يلا يا ابوي نزلوها. اوه المدخل من هنا، كويس دخلنا يا ولد. لان ام الفلة، لان ام الفلة يا عيال، لان ام السفينة هذه حلوة مرة، كويس. اوه اغراض حلوة. ايوه يا ولد مدخل وحركات. اوه ايش وش ذا؟ اوه لوكر، اوكي لوكر. لوكر، وانا حط فيه لوكر ذا، غريب جدا يا اخي. اوه وش ذا المكان؟ اها اوه وش ذا؟ اوه لان ام الفلة والله اني خاك. اوه الباور السلم والاشياء ذي يا ولد. اوه سيموث يا عيال، حق سيموث هذا، كفو والله. اوه هنا القاعدة حقت الذا، اوكي. اي عطنا عطنا الطارة يا ولد، امشي امشي. اه وراها، وراها معلقة ولد، ايش فمه؟ سالفة غريبة. لكن الطارة، الطارة عندي عندي يا عيال، انا اطلع، انا اطلع لكم، اصبر اصبر، انا اطلع لكم انا. ايوه يا ولد، اوف لا يكون بنيتها في مكان خطأ، انا مفترض اني ابني يكون في مساحة تحت شيخ. اوكي هذا البور يا لبي. اوكي ايوه خلينا ناخذ السيموث حقنا يا عيال الان عشان نوديه هناك فوق. شفته مكتوب، كان فيه مكتوب سيموث حركات واشياء طيبه. نشوف الان مكتوب هنا دك او دك سيموث. ايوه حب. ايوه سلام. سلام يا سلام يا لبيك. ايوه اها ايوه هذا المكان حق السيموث اللي ذا لانه مفلح. اوكي يا شباب الان نبغى ندور على نشوف وش. اوه هذا الولدر اللي ضبط الاشياء الاغراض. اوكي نحتاج مادة اسمها كراش باودر ذي، وين نحصلها يا عيال؟ اوكي يا شباب راح تتفاجئون وين احصل الكراش باودر اللي نحتاجه للولدر، الولدر اللي هو الاشياء اللي انا ما ادري ايش اسوي كذا، بس احس زي مسدس شكله. على اي حال يا شباب راح تتفاجئون جدا 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 جدا. اوه جوع. طيب يعني في اشياء يا شباب انحطت في اللعبه اقسم بالله العظيم تحس انه يعني هم متعمدين يحطونها، يعني ما في كذا شيء نحط عبط عبط، اقصد ما في شيء نحط عبث، كل شيء نحط بمعنى. ف الولدر والاشياء ذي نحصلها في الكهوف. طبعا انا اقول لكم من وين. طيب داري اني جيعان يا حرمه، داري خلاص. وين البيس حقنا؟ البيس، لا البيس، البيس اللي هو وين انا وين يا شيخ؟ طبعا تتذكرون يا شباب انه في احد الكهوف دخلنا مره، وجونا مين؟ جونا ارهابيه اللعبه. ندور لنا كهف، لازم ندور لنا كهف يا شباب، فيه احد المتفجرات. انا اذكر اني اول ما لعبت اللعبه جاء واحد فجرني بدايه اللعبه وبدايه السلسله، فما ادري وينه هو. هو في كهف هنا قريب من هنا، يمين يسار. اوه يحتاج لنا بطارية. اوه عاد يا شباب عاد الحين مع الجوع بيقعد لي يسبح لي بشويش، حتى ما بدينا نشرد منه. وينهم يا اخي؟ لو انت تبيهم ما تحصلهم. هذا هو قاعدته في الحياة، الشيء اللي يبيه احمد ما يحصله، لكن الشيء اللي ما يبيه حصله. برجع السفينة. السفينة ايه صار عندي الان سفينة وعندي بيس، ملخبط بينها للان. لازم اروح اسوي لي بطارية ولا اشوف لي اكل. والله اني ساحب على نفسي عيال في الاكل والجوع والاشياء ذي. نجي هنا نسوي لنا بطارية على السريع كذا. عطنا الباتري. اوكي. بطارية ثانية. اوه نحتاج اثنين مشروم ثاني. اوه شيت. اسوي لي بطارية ثانية بس للامان، يعني للزمن، على قولهم للزمن، لكل الزمن. نعم. خلاص الان المشروم الباقي اللي عندنا هذا نسطحه هنا في الصندوق. نعم. والتيتيريوم، التيتيريوم ممكن نحتاج عشان نسوي فيه اغراض في السفينه عندنا. حلو، حتى ودي اخذ معي الجودز اللي هو حق جيعان 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 يا رجال. طيب عندنا قلنا احنا الكراش باودر، الكراش باودر يكون في الكهوف، الكهوف هذه زي هذا الكهف، بس هذا الكهف ما فيه، لا الكهف اللي يجيك سلمك الله ورعاك يجيك كذا مدخل، عرفتوا كذا. انا اقول لكم يوم ابيه ما احس. وبما انه الليل يعني اسمع اصواتهم. ايوه هذول شباب، العيال ذولي، العيال ذولي. شت 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 انفجر. ايوه يبدينا نروح ناخذ. اوكي اصبروا. ايوه هنا 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 هنا. وفاضيه، ليش ما فيها شيء؟ والله متجهزين يا عيال، متجهز اني يطلع لي. ما في شيء يا ولد، فاضي. اتوقع الكراش باودر تحصله هنا اذا ما خاب ظني. شت 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 شت. تفجر 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 تفجر. شت 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 شت. خطر يا عيال، خطر، هذا اللي يصير خطر. اوه جوع كمان، ذبحته. لعن امه لعن امه. ايوه كراش باودر عيال، كراش باودر واحدة ولا كم نحتاج؟
شيب مت جامعك رش بودر ولا راح راح طبعا راح يو لاست سم اوف سيور ستف رجع لهم الكلاب رجع لهم مت يا ولد بعوني الكلاب تجمع علي يا ولد ورعان ما يجون لحالهم ولا ذا في كرش بودر ولا ما فيه الا 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 اوكي اخذنا كم حبه دقيقه اشوف كم حبه نحتاج حنا خلني ارجع بس اني ارجع البيس اشوف احتاج كرش بودر واحد شفت عيال الحصول عليها صعب يا ولد يفجرك تفجير هذا الكرش بودر لونه اصفر كذا طيب وين هنا هنا ايوه كرش بودر وين هذا اللي هو الوالدر ايوه 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 ايوه, أيوة شباب خلاص تمام نحتاج المغنيسيوم المغنيسيوم وين المغنيسيوم وينه 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 انا اخبر اني شلته معي اوه هناك 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 اي هناك هناك عيال كفو طيب تعال يا مغنيسيوم تعال هنا ممتاز حلو ايوه خلاص الان بنضبط اللي هو الويلدر يا سلام خلاص الان باذن الله ما راح نعاني من مشكله الاصلاحات والامور ذي يا شباب اوكي رقم 5 يصلح الاغراض ايوه في مشاكل يصلح اي شيء هو يصلح اي شيء يا ولد نروح للسيموث وسيموث نروح نضبطه اوكي سيموث يحتاج تصليح ممتاز ايوه حلو نزلنا تحت يا مدير يا سلام يا سلام انا اتعب اتعب على الفخامه المهم عطنا رقم 5 ايوه صلح 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 ممتاز يا عيال صلح يا ولد اجل عيال الولد ذا يبغى لي اكثر من واحد منا يا ولد ولا هو يحتاج بطاريه اتوقع انرجي يحتاج بطاريه يا عيال لا زين 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 يلا ها تصلح ذا 100% ممتاز ممتاز مورنا في السمباتيك مورنا في السمباتيك يا حبيبي ولكم ولكم اهلا وسهلا اهلا وسهلا يا سلام ايوه حلو خلاص قفل ذا الباب قفل كلوز اي يا سلام حلوين عيال ممتاز يلا نسوق السفينة حقتنا على وين نسوق السفينة حقتنا على وين عيال الان خلاص يعني كل شيء تمام ودي احط لي لوكر هنا يا شباب في هذه المنطقة اوكي خلينا نقفل الباب ودي احط لي لوكر هنا واحط لي اغراض بما انه انا ما ادري ما احس اني ودي برضو اخرب يعني خلينا اروح هناك فك الباب لو سمحت طيب ابغى اروح هناك هنا 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 يمديني اسوي لي لا مو بهنا ضيعت انا عيال ضيعت هنا 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 يمديني احط لي لوكر هنا يا شباب كويس يمديني احط لي لوكر هنا فخليني اضبط لي لوكر الان اعطونا الشيء الطيب وين اللوكر اللوكر لازم يصير لوكر واحد لا يحتاج لجلاس طيب اعطونا هذه حلو لوكر هنا دقيقه ولا خلينا مكان اللوكرات تحت هناك احسه بعيد يا والله احس بعيد طيب الغرفه هذه فاضيه نسوي فيها لوكر الغرفه ذي نسوي لوكر هذا والوقافي اللي يجيك واقف ولا نسوي اللوكر الثاني هذا اللوكر اللي في الطريق وهذا اللوكر اللي في الجدار هل تفضلون الوقافي ولا تفضلون الجلاسي اللوكر هذا حق الاغراض طيب هنا بنسوي ايش هنا تتوقعون نسوي ايش عيال نسوي هذا طيب صرنا بغينا شيء ولا شيء هنا الغرفه هذه فاضيه ما فيها شيء فتصلح للاشياء هنا لو بغينا نسوي اشياء انا واغراضنا وامورنا هنا خلاص كل شيء تمام شباب هذا اللوكر راح يكون خاص بالاكل فقط يا شباب اما التخزين والامور الثانيه راح تكون بس في البيس حقي جوا طيب الان نتوكل على الله الان نتوكل على الله ونشوف طريقنا وين نروح وين ما نروح يقول سبيس فور وشو يقول اوه تضغط سبيس عشان تنزل تحت احمد سبيكا احمد سبيكا احمد سبيكا احمد سبيكا خلاص يلا 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 مشينا انا وش في ايش فيني ارخي ظهري انسى نفسي يا عيال طيب وين نروح وين نروح دقيقه انا بنزل من السفينه بس عشان اعرف طريقي يا عيال اصبر ابى اشوف بس احنا تحت البوت حقنا تحت بالضبط فا ايوه طريقنا كذا خلينا نروح كذا يا شباب نروح كذا بسم الله يلا بسم الله توكلنا على الله يلا لازم نروح نكتشف البحيره يا شباب في ماده اسمها مون بول يا شباب لازم نسوي عليها سكان عشان اقدر اسويها طبعا تعرفون الفريج يا شباب الفريج اللي هو الاغراض هذه او المربع ذا اللي يجيك زي الثلاجه الصغيره هذا لما تسوي عليه سكان يعطيك فرصه انك تسويه في الاغراض حقتك يعني يكون طالع لك ف لازم نسوي المون بول هذا ودي اسوي الحلقه هذه يا عيال بما انه يعني الوضع حماس كذا اوكي بحاول اطول لكم الحلقه اوه عندي بطاريه يبغى لها شحن شت اوه حصلنا الشباب ذول يا شباب اوكي خلاص يا شباب الحلقه الجايه نخليها رحله
نخليها يعني رحله خاصه في استكشاف البحر، في جمع الاغراض، البحث عن المون بول. هذا المون بول مره مهم، مهم جدا. فالحلقه الجايه حيصير اشياء حماسيه، نروح نكتشف اشياء جديده. فيه يقولوا جزيره سريه او جزيره يعني فيها اغراض وكذا، جزيره يعني في الهواء فوق يعني. يعني اوكي يقولون الكوكب هذا يعني فيه جزء منه بسيط ارض خصباء، مش مو كله مويه. اوكي، فاتمنى انكم استمتعتوا بالحلقه هذه. يعني اتاسف جدا ان ما هي الحلقه طويله جدا، الحلقه الجايه راح تكون باذن الله طويله وحتكون افضل، حيكون في اشياء جديده برضو، يعني في برضو اشياء جديده في الحلقه هذه. على اي حال يا شباب، كالعاده لا تنسوا تدعمونا باللايك، اللايك يعطيني تحفيز كبير اني استمر في السلسله واضبطها وانزل فيها واتحمس ومنتج وانزل لكم حلقات افضل. فضبطنا باللايك، نبغى نوصل 2000 لايك. تقدرون يا شباب، تقدرون، لو كل واحد ضغط الزر هذا وصلنا للرقم هذا. اتمنى انكم استمتعتوا بالحلقه، لا تنسى اللايك، لا تنسى تشترك في قناتي، وبرضو تابعني حساباتي تحت. السلام عليكم.